مساء الخير، معكم دكتورة نجلاء فتحي، استشاري الكبد والجهاز الهضمي والحميات. كنا عملنا فوت على الصفحة من فترة علشان نعرف ايه اكتر المواضيع اللي تهمكم واللي تحبوا نتكلم فيها، ويمكن كان اعلى تصويت لموضوع القولون العصبي. القولون العصبي او الاريتابل باول سيندروم ده واحد من الاضطرابات الشائعة اللي بيعاني فيها مجموعة عريضة من المرضى، وهو في الحقيقة متلازمة من الاعراض، يعني ما هوش عرض واحد، هي مجموعة من الاعراض بيكون السبب الاساسي فيها هو خلل وظيفي في حركية القولون. الخلل ده بيظهر باعراض كتيرة. اعراض القولون العصبي عبارة عن تقلصات والم في البطن مصحوب بانتفاخ وغازات، ممكن يبقى فيه شعور بعدم الراحة بعد الاكل او شعور بالامتلاء، مع اختلاف في العادات الاخراج من اسهال او امساك، او في بعض الاحيان التناوب ما بين الاثنين. دي الاعراض الاكثر شيوعا واللي بتكون في بعض المرضى بسيطه ومش بتحتاج غير تغيير في نظام الغذاء او في نمط الحياه بشكل عام، وفي بعض الاحيان بتكون شديده بتحتاج ان احنا نتدخل بادويه بعد زياره المريض. في بعض العلامات التحذيريه اللي ببتدي اقلق منها وبقول لا احنا كده خرجنا بره نطاق القولون العصبي، وفي الحاله دي لازم نزور طبيب في اقرب فرصه، واللي بنسميها العلامات التحذيريه او الخطر. زي ايه؟ زي فقدان الوزن غير المبرر، زي انه يكون في دم في البراز، او يكون في انيميا غير مبرره. الاعراض دي بتكون من العلامات التحذيريه اللي بنقول انه لا ده كده مش قولون عصبي، لان زي ما قلنا ان القولون العصبي هو مجرد اختلال وظيفي في حركيه الامعاء، ومش بيكون في مرض عضوي او ما بيكونش في اي مشكله عضويه في انسجه القولون. بالنسبه للتشخيص، التشخيص القولون العصبي بيكون بعد الفحص الشامل للمريض، فحص كلينيكي من ناحيه الطبيب بيطلب فيها بعض الفحوصات لاستبعاد ان يكون في اي مرض عضوي قبل ما اقول ان ده قولون عصبي. ايه هي اسباب القولون العصبي؟ في اسباب نتيجه اضطرابات او تقلصات بتحصل اثناء تحريك الجهاز الهضمي اثناء تحريك الطعام، او زي ما قلنا اختلال الاشارات العصبيه في الاعصاب المغذيه للجهاز الهضمي. في بعض الاحيان بيكون التوتر والقلق والعصبيه لانها بتزود التقلصات بتاعه القولون، علشان كده ارتبط اسمه بالقولون العصبي. في بعض الاحيان نوبات القولون العصبي بتحصل بعد عدوى شديده، يعني بيجي لنا عدوى شديده وبعديها بعد ما تنتهي العدوى يبتدي يحصل اضطرابات في حركه القولون وتبقى مستمره او مزمنه، وكمان تغيير في الميكروبات او في البكتيريا الموجوده في الامعاء، الاختلال فيها او الاختلاف فيها ممكن يصيب بتهيج او بمتلازمه القولون العصبي. نيجي للعلاج. العلاج بيتضمن ان احنا نغير نمط الحياه، نبعد على قد ما نقدر عن التوتر والقلق، نغير النظام الغذائي ونبعد عن المهيجات للقولون زي الحاجات اللي بتسبب غازات كتير زي الكرنب او كرنبيت او البصل الكتير في الاكل، نقلل من استخدام البقوليات اللي ممكن تكون مهيجه للقولون خصوصا الحاجات اللي ليها قشور زي الفول او العدس. في بعض الاحيان نقلل من منتجات الالبان خصوصا لبعض الناس اللي ما عندهمش احتمال لمنتجات الالبان. واخر حاجه بنقول انه يمكن كل مريض قولون عصبي بيكون ليه خصوصيه معينه في نوعيه الاكل، ممكن حاجه بتهيج القولون العصبي عند مريض بتكون طبيعيه وغير مهيجه لمريض اخر، ففي خصوصيه لكل مريض. المريض لازم يتابع الاكلات اللي بتهيج له التقلصات ويحاول يتجنبها، ده طبعا بالاضافه لبعض الادويه اللي بيحددها طبيب المعالج بعد فحص المريض. مع تمنياتنا بالشفاء العاجل لكل مرضى القولون.